احنا اولا برحب بكل الستريت ورك اوترز اللي معانا، اهلا بيكم. اكرم حماد هو من اول الناس اللي بداوا معايا الستريت ورك اوت، وهو كان فاز مركز تاني ببطوله الجمهوريه 2016 و2015 و2017 مثل مصر في روسيا. فهو من الناس الاولانيه اللي بدات اللعبه. اكرم انت ابتديت وانت عندك كام سنه فيها؟ بدأت في نفس السن مع عمر، بدأناها عندنا 19 سنة وحاليا عندي 23 سنة. طيب ممكن تشرح لنا حاجة أو تعمل لنا حاجة على الأدوات الموجودة؟ تمام يلا. طيب بص برافو. عارف انا عايزه اقول لكم، انا الحاجه الوحيده اللي لفتت انتباهي هو انه الحركات دي فاهمه انه ممكن اللي بيلعب جمباز يعملها، بس زي ما اتقال بيبقى من هو 3 سنين بيتدرب عليها، ناخد وقت كبير. انما واحد على كبر يعمل ده. احدث اتحاد للعبه بيتم اعلانه ان شاء الله على خير ان شاء الله. بدات بمحاوله بسيطه او مراقبه بسيطه من طالب لحد ما قدر بمساعدة آخرين إن هو يعلن الاتحاد ويبقى فيه تقنين للعبة دي داخل مصر. البطولة الجاية هتكون تصفيات، هتكون نهائي كاس العالم، هتتعمل في الأهرامات. دي أول بطولة عالمية نعملها في مصر. الحمد لله بعد وقت قليل جدا من بدأنا الرياضة هنستضيف حوالي أكتر من 20 دولة. البطولة هتكون يوم 15/12 الساعة 2 الظهر في الأهرامات في الصوت والضوء. إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. يلا يا كابتن مصعب. يلا يا مصعب. موسيقى ها؟ موسيقى؟ كابتن مصعب بطل لعبة ستريت ورك اوت، بشكركم شكر جزيل.